السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. فلنبدأ على بركة الله. كتاب اليوم أقل ما يقال عنه أنه رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كتاب 500 صفحة، طويل بعض الشيء لكنه يستحق أن يقرأ. هو كتاب يحوي سيرة شيقة حقيقية عن شخصية عظيمة من تاريخ الإنسانية، سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اسم الكتاب رحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، من أهم وأشهر كتبه على الإطلاق، وقد ترجم إلى أكثر من 17 لغة من لغات العالم. إذ تناول في هذا الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلخيص كتاب الرحيق المختوم، لا بد من القول أن الكتاب عبارة عن دراسة مفصلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلال العهد المكي والعهد المدني، وذلك بأسلوب مبسط أقرب إلى لغة العصر، ووجيز يجذب القراء ويدفع عنهم الملل خلال القراءة. وهو من الكتب المختصة في السيرة النبوية، والتي يبدأ فيها الكاتب متحدثا عن حال الجزيرة العربية قبل الإسلام، ويذكر تاريخ الجزيرة وأحوال العرب في العصر الجاهلي من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. ثم يبدأ بسرد أحداث السيرة النبوية شيئا فشيئا، فيبدأ بذكر أحوال أجداد رسول الله وصولا إلى يوم ولادته العظيم، ثم يتحدث عن نشأته وشبابه ونبوته، إلى أن يتناول تفانيه وتضحيته وإخلاصه في نشر الدعوة الإسلامية وإيصال الرسالة كما أراد لها الله تعالى، حتى يصل إلى الزمن الذي يظهر فيه الإسلام على غيره وتتأسس دولة الإسلام وتبدأ بالتوسع والانتشار. كل ذلك يرويه الكاتب صفي الرحمن المبارك فوري بأسلوب مختصر وجيز مبسط. وقد حاز الكتاب على المركز الأول في مسابقة نظمتها رابطة العالم الإسلامي، وهي مسابقة السيرة النبوية العالمية. وفي الأخير أودعكم وأتمنى أن يعجبكم هذا الكتاب. اقرأوا رحمكم الله.